ولمزيد من المتابعه معنا عبر الهاتف كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري مباشره من العريش. كريم، بعد التحيه، ابرز التطورات لديك اليوم من واقع متابعتك للموقف. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا نتابع من العريش ورفح آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن اصطفاف كبير جدا للشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من احتياجات الشتاء. تم تجهيز شاحنات خاصة لتفادي ما يحدث الآن، حيث أن بدأت خلال الأيام الماضية يعني تغير كبير في الأحوال الجوية وسقوط وهطول للأمطار، لذلك تم تجهيز شاحنات خاصة بالتعامل مع التغيرات الجوية وأيضا خيام للنازحين لتتعامل مع نزول أيضا الأمطار. عدد كبير جدا من الشاحنات كان مصطف اليوم أمام بوابة معبر رفح المصري في انتظار دخوله إلى الناحية الأخرى ليتم تفتيشه ثم الذهاب إلى قطاع غزة. رصدنا أيضا بعض الشاحنات التي بالفعل تم تفتيشها وتحركت بعد ذلك إلى الناحية الفلسطينية ودخلت عبر البوابات، ولكن لم تعود حتى الآن. ولكن ربما يعني هذه الشاحنات ما زالت إما في طور إنزال هذه المساعدات أو أنها في انتظار يعني استخدام السولار الذي تم أيضا إدخاله منذ يومين، حيث أن الأونروا كانت قد حددت أن السولار والوقود الذي دخل إلى قطاع غزة سيتم استخدامه في شيئين، إما للشاحنات لتنقل المساعدات، وهذا كان ما يؤخر نقل المساعدات، أن قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات إما بالتفتيش إما بعدم سماح دخول الوقود، أو سيستخدمه الأونروا في توزيع هذه المساعدات أو تحركات الأونروا بشكل عام داخل قطاع غزة. أيضا بالإضافة لذلك سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصري لنقل المصابين من الأشقاء في فلسطين، ويتزامن ذلك أيضا مع خروج عدد كبير من مزدوجي الجنسية اليوم إلى الأراضي المصرية. إذا تحدثنا أيضا عن مطار العريش الدولي، فبجانب يعني استلام خلال الفترة الأخيرة أكثر من 150 طائرة محملة بالمساعدات المختلفة، اليوم أيضا وصل ولي العهد الأردني حسين ابن عبد الله الثاني، يعني ورصد خلال وصوله لمدينة العريش استقبال العريش لطائرة محملة بمستلزمات طبية وأيضا مساعدات إلى قطاع غزة، ومنها أيضا يعني ما يخص إنشاء مستشفى ميداني أرضي في قطاع غزة وتحديدا في خان يونس. ولكن هذه اشياء تحركت يعني الى مدينه العريش، ولكن يعني ربما بصدد الدخول عبر بوابه معبر رفح المصري. ربما هذه كانت من اهم النقاط، ولكن ايضا المهم بجانب ذلك هي التاكيد على ان الشاحنات التي تدخل الى قطاع غزه او التي تتم تجهيزها لقطاع غزه الان اما محمله بالمياه او تخص اكثر التغيرات الجويه والتعامل مع الشتاء لمساعده الاشقاء في فلسطين. صحيح. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك.